لو أنت من المستثمرين في العقارات أو مهتم تمتلك شقتك السكنية أو وحدتك التجارية أو الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، فالفيديو ده هيبقى مهم جداً بالنسبة لك. من الطبيعي للعميل الحيرة والتردد بين المشاريع بسبب تشابه الخدمات والمميزات لكل شركات العاصمة الإدارية الجديدة. دورنا كمستشار عقاري ليك إننا بنسمع كل حاجة عن إمكانياتك ومتطلباتك، وندرس السوق ونقدم لك أفضل شركة تقدر فيها تحقق أكبر استثمار وفي نفس الوقت بأقل تكلفة، وطبعا بدون الانحياز لأي شركة من الشركات، لأن أهم حاجة عندنا مصلحة العميل، وأكيد كل ده بدون أي مقابل مادي من العميل، لأننا بنكون متعاقدين بالفعل مع جميع الشركات بالتسويق ليها، وده بيدينا أولوية بالخصومات اللي ممكن نقدمها لك غير لما تكون متعاقد مباشر مع الشركة المالكة. ووقت توقيع العقد بيتم جميع التعاملات القانونية داخل الشركة المالكة ومباشرة مع مالك المشروع وبدون تدخلنا في أي شيء من الشؤون القانونية للعقار اللي هتتملكه. الاستثمار المناسب بيبدأ بخطوة. سيب رقمك واحد مستشارين العقاريين هيتواصل معاك في أقرب وقت، أو ممكن تكلمنا على الأرقام التالية. بناء للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، فكر جديد للعقارات.